عودة مرة تانية لحلقة النهاردة من 10 الصبح في الأهلي، أهلا بكم من جديد. طبعا إحنا بنتكلم في الفترة الأخيرة عن كتير من المشاكل اللي بيعاني منها لعيبة ولاعبات في رياضات بعيدة شوية عن كرة القدم. امبارح تحديدا كنا بنتكلم يعني بشيء من التفصيل في الموضوع اللي طبعا ظهر على الساحة مؤخرا، مسألة التجنيس. فتعالوا نتكلم عن مسألة التجنيس، وطبعا عندنا أكثر من مثل نقدر يعني نستشهد بيهم في هذا الإطار. ده الملف اللي هنفتحه مع الأستاذة دينا أنور الناقدة الرياضية اللي منورانا النهاردة. صباح دينا نبيل، عفوا حسيت إن في حاجة غلط. دينا أهلا بيك يا دينا. ده دينا ضيفة كريم، صباح النور. بونجور بونجور يا دينا، نورانا بجد. وبصي، في ملفات كتيرة، منها طبعا هنتكلم عن التجنيس، وهنتكلم برضو عن الاستعدادات المختلفة لطبعا أولمبياد باريس 2024، وللمصريين كلهم عندهم امال كبيره ان النسخه دي ان شاء الله من الاولمبياد ان هنقدر نحصد عدد اكبر من الميداليات في رياضات طبعا مختلفه. فنبدا بس بملف التجنيس، لان لسه كنا امبارح تحديدا الصبح بنتكلم في هذا الملف الساخن، خلينا نقولها بهذا الشكل، واللي اتقسم فيه الناس بشكل صريح مع وضد فكره التجنيس تحديدا مروان والشرباجي، واللي كان قبلها محمد الشرباجي، والعوامل اللي بتأدي ان رياضي يكون ناجح كتير جدا. 13 بطولة مروان الشرباجي تحت علم مصر. اعتقد ان الاتحاد بتاع السكواش، يعني استاذ عاصم كنا حتى بنتكلم عن التصريحات الخاصة برئيس الاتحاد المصري للسكواش، كان بيقول ان يعني هو ما كانش بيعاني بأي مشكلة في الداخل. يعني ايه اللي بيخلي، ايه اللي بيدفع الابطال بتوعنا ان هم يروحوا يتجنسوا بجنسيات اخرى ويلعبوا تحت العلم بتاعها؟ صعب ده شويه، بيزعلنا. اكيد احنا لما بنيجي نكتب خبر عن القضايا دي اكيد قلبنا بيوجعنا جدا، من فكره ان انت يبقى عندك بطل من ضمن افضل 10 على العالم، وفجاه البطل ده بيقرر ان هو يمثل دوله اخرى. دي اكيد حاجه تضايقنا جدا حتى كمتابعين للرياضه. لكن لو هنتكلم في الحاله تحديدا، اولا يعني لو هنتكلم عن حاله مروان، فانا يعني بشوف ان هو اصلا مش قوي ما يطلقش عليه تجنيس، لان هو حد كان معاه يعني عايش حياته، هو من هو عنده 14 سنه في انجلترا بالظبط، وتعليمه هناك وعايش في بريستول وتدريباته كلها هناك، هو واخوه برضو محمد، اخوه الكبير. فبالنسبه لي انا، رغم تاكيداته لرئيس الاتحاد والتصريح المشهور اللي كلنا شفناه على النت اول امبارح، لكن رغم تاكيد رئيس الاتحاد، انا كان بالنسبه لي كان متوقع ان هو هيسير على نهج اخوه محمد. زي ما قلت، انا هما الاثنين بيدينوا بالفضل والولاء لانجلترا، وصرحوا بده اكتر من مره. يعني هو زي ما قلت، هم عشان خاطر بقالهم فتره عايشين، فتره كبيره عايشين في انجلترا. لكن لو هنتكلم على التجنيس كحاله عامه او كالابطال اللي بيقرروا ان هم، هو اسرح في حالات تانية اكتر بكتير من الاخوين شرباجية. بالظبط، يعني احنا كان عندنا لسه البطل اللي هو بتاع المصارعه البغدوده اللي من شهرين قرر ان هو ما يرجعش، ولحد دلوقتي ما حدش يعرف عنه حاجه اصلا. فاحنا عندنا يعني، مش عاوزه برضو زي ما هنلوم البطل، عندنا مشاكل في الاتحادات شويه. يعني مثلا اتحاد السكواش، لو هتكلم بالتحديد عن اتحاد السكواش، عنده مشاكل مع لاعبين كتير جدا. يعني لسه انا شفت برضو تصريح لمصطفى عسل لاعب النادي الاهلي، كان امبارح بيصرح بالليل ان انا برضو عندي مشاكل مع الاتحاد والاتحاد ما بيساعدنيش. فاتحاد السكواش عنده اكتر مشكله مع اكتر من لاعب. ايه نوع المشاكل دي؟ وليه اصلا في مشاكل في اتحاد المفترض ان هو ناجح وابطاله كلهم عالميين بالمعنى الحرفي للكلمه؟ دي مشكله كبيره جدا ان انت يبقى عندك كمان المشاكل في اعمار سنيه صغيره. يعني مروان ومحمد كبار، قرارهم شخصي من دماغهم، الله اعلم هم مثلا يعني القرار خدوه في قد ايه، يعني بقى لهم قد ايه بيفكروا فيه. لكن لو نتكلم مثلا، احنا عندنا ابطال زي امين عرفي، زي مصطفى عسل، ابطال بيعانوا مشاكل، في مشكله انه مش عايزه تسفر والدها معاها. ليه توصل البطل ان هو يعمل استغاثه على الفيسبوك ومامته تطلع تصرح وتعمل تخاطب وزير الرياضه؟ يعني المشكله تكاد تكون مش كبيره قوي لدرجه ان انت تعمل مناشده عليها. يعني انت رئيس اتحاد، دورك ان انت تحل المشاكل دي داخليا، ما توصلش البطل واهله واسرته ان هم يطلعوا يعملوا استغاثات على الفيسبوك، وان هم يطلعوا يصرحوا يعملوا مداخلات في برامج. طب انت كدورك اتحاد، الموضوع دايما التجنيس بنفتحه كل فتره وبيخلص بمداخلتين في التلفزيون من رئيس الاتحاد، وشكرا بيتقفل على كده. ليه بقى ما بيدرسش؟ او حضرتك المداخلتين دول بيخلوا الشكل العام مش لطيف للامانه. يعني ما هو عشان خاطر انت ما بتحلش ازمه، انت بتطلع بس تسكت الراي العام، تقول له والله احنا عندنا منه كتير، واحنا عندنا كذا بطل، واحنا عندنا كذا لاعب من ضمن العشره الاوائل. طب فين حلولك ان انت تمنع الموضوع دوت؟ فين دراستك انت كاتحاد دلوقتي واعضاء مجلس ادارتك؟ فين عشان خاطر توقف الحنفيه دي زي ما بنقول، توقف حنفيه
حكايه ان كل شويه بطل يطلع يقول لك انا هقرر ان انا اسافر او اعيش بره، او زي ما بقول كمان يعني الفكره ان الموضوع الغريب في الامر، وفي حاجه من الواحد بيستغربها، ان جايه في لعبه احنا مصر مسيطره فيها على السيدات ورجال وناشئين. بصي يا استاذه دينا اقول لك على حاجه، ما عشان نتكلم بقى في ملف لازم نبقى عارفين جوانبه كلها. اولا كان استاذ عاصم خليفه انا وكريم امبارح اتكلمنا في التصريحات المختلفه اللي صرح بيها يعني في منابر اعلاميه، كان من اخرها مع الاستاذ عمرو اديب بالامس، وقبلها كان مع احمد موسى، يعني كان ليه اكثر من تصريح واكثر من مداخله. لما جم سالوه على البادجت بتاع الاتحاد المصري للسكواش هو 5 مليون جنيه. ف 5 مليون جنيه لاتحاد من الاتحادات مفروض للرياضات او رياضه احنا الاوائل فيها عالميا، طبعا 5 مليون جنيه ده ولا حاجه. هو اتكلم ان ده البادجت بتاعه الاتحاد من الوزاره، واي سبونسر بيبقى موجود ده شخصي لاي لاعب ده موضوع تاني، ده ما الاتحاد ما بيتدخلش فيه. تمام، ده بيحصل في العالم كله. بس 5 مليون جنيه على مدربين وعلى لعيبه وعلى معسكرات وعلى مصاريف قليل جدا لاتحاد قوي زي السكواش. فدي نقطه. النقطه الثانيه لما اجي اتكلم ان انا بسمع مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه ده حصل، ويمكن كمان كان في مداخله الاعلامي عمرو اديب مع الاستاذ عاصم خليفه رئيس الاتحاد كان بيقول له حضرتك سمعت ان كمان احتمال يبقى فيه كلام ان نوران جوهر بطله السكواش المصريه ان هي بيتقال ان هي هتروح تلعب باسم امريكا، فهو كان استنكر ده، قال لا انا ما سمعتش حاجه زي كده. هي نفت امبارح، هي نفت بس مبارح. احنا ما هي ما هو برده مروان في الاول قال ان هو ما عندوش نيه ان هو يروح ولا انا بتكلم غلط؟ فهي النقطة أنا مش عايز ده يحصل، أنا مش عايز ده يحصل، وأنا أكيد كرئيس اتحاد ببقى حريص جدا إن ما أخليش ده يحصل، لأن ده هيكون يعني مش هقول فشل بس هيكون غلط في الاتحاد نفسه. صح. يعني ملف مرتبط ببعضه للأسف. لما الاتحاد سكواش، وإحنا تاني نرجع نقول ده اتحاد ناجح وكل منسوبيه أو كل التابعين ليه أبطال عالم، تبقى ميزانيته 5 مليون، أمال لو اتحادات تانية هيبقى ميزانياتها إيه؟ أقل طبعًا يعني. فاهم قصدي؟ فطبيعي إن إحنا نسمع كل فترة والتانية، وبعدين في حاجات بتبقى شكلها حتى العام مش لطيف، يعني في حالة مثلا الأخوين شرباجي كان في كلام رايح وكلام جاي وتصريحات متبادلة وينفوا ويرجعوا يأكدوا إلى آخره، في بقى ناس بتاخدها من قصرها وبتهرب. صح. من مثلا بعثة مشاركة طالعة معسكر في دولة معينة فتهرب، فده بيسيء لشكل الرياضة في مصر عموما. ده اكيد. احنا يعني انا برضو عايزه اقول ان هناك لما كان محمد الشرباجي اتسال طب انت ايه اللي خلاك دفعك تعمل كده وانت بقالك اكتر من 28 سنه يعني عندك 28 سنه وبتلعب باسم مصر، طب ايه اللي خلاك تعمل كده؟ فكان بيتكلم ان في غير مشاكله مع الاتحاد او مع بعض الاشخاص في الاتحاد، هو كان عنده ان هو في انجلترا كان في مميزات مش موجوده في مصر، اللي هي ان هو عنده تيم كامل بيسافر معاه في كل البطولات، تيم طبي لما لا قدر الله بيحصل له اصابه في الملعب ففي حد بيتكفل بعلاج كل الاصابه دي، مش معنى ان انت مشارك في بطوله بشكل فردي او مش مع المنتخب فلا احنا هنعالجك واحنا هنتكفل بكل ده. في امكانيات انا عارفه ان احنا في مصر يعني ممكن ما نقدرش نحققها لان هي محتاجه زي ما نهاوند كانت بتقول احنا لسه يعني المبلغ البادجت اللي عندنا مش بشكل يعني مش ما تكفيش كل ده ان احنا نعمل كل ده لابطالنا. ف يمكن الموضوع مش فلوس او ان هو مش اغراءات ماديه اكتر ما هو فكره البطل دايما محتاج دعم، فكره التيم معايا في كل بطوله، في لما بيحصل لي اصابه حد، لما يحصل لي مثلا ايقاف او حاجه حد بيقف معايا، الدعم دوت بيحتاجه كل بطل رياضي. يمكن ده مش موجود في اتحادات كتير. مشروع لاي بطل بالظبط. وعلى فكره احنا مش بنتكلم، انا مش بتكلم على اتحاد الاسكواش بس، لو هنتفرع بقى ونتكلم بطلتنا هنا جوده كان عندها مشكله برده من شهرين. نفس المشكله برده، ومشكله ما مش متعلقه بفلوس خالص، ده هي كانت عايزه المدرب يسافر معاها. يعني حاجه مش متعلقه بفلوس ولا بادجت ولا اي حاجه، ده هي كانت عايزه المدرب بتاعها يسافر معاها مدربها الشخصي واترفض ده. طب ليه يا جماعه يعني بضع بعض العراقيل في قدام الرياضيين؟ على فكره في حاجه كمان كان برضو كان حد بيتكلم فيها من الابطال الرياضيين، فكره ان انت بره يبقى عندك بس انت رايح مركز مصفي ذهنك بس للبطوله اللي انت رايح تنافس عليها او الميداليه اللي انت رايح تجيبها، مفيش بقى عندي مشاكل في الـ في الـ في الامتحانات، الامتحانات هسقط فيها لو سافرت البطوله دي، لا ده انا مدربي مش هيسافر، لا ده والدي مش هينفع يقعد معايا في الاوضه. فدي مشاكل بحس ان هي مشاكل فرعيه بتاخر كتير قوي للبطل بالظبط. للاسف للاسف انا مش عارفه هل الموضوع محتاج مثلا فكر جديد يدخل بقى الاتحادات، يعني الناس عندها حداثه شويه في فكرها، شباب تدخل يعني بروح جديده، اللي بيمسكوا الاتحادات يكونوا من الشباب نفسهم اللي كانوا ابطال يعني باي تايم، بس حاليا الوضع اعتقد ان هو مش افضل شيء، يعني مش افضل شيء. فخلينا نتكلم بمنتهى الصراحه يعني.
عشان الموضوع ما يسخنش مننا خلينا نروح عشان ابتدى حسيت في حزن في الحلقه يعني خلينا نروح لملف. لا هو مش حزن هو شجن. شجن مش تاتش شجن في القعده يعني الموضوع مش مستحمل. خلينا نروح لملف اخر واستعداداتنا طبعا المختلفه لاولمبياد باريس والبارالمبيكس برضو اللي هم مش على فكره بالمناسبه احنا مش قلقانين على ابطالنا البارالمبيين خالص بجد بيصنعوا مجد من لا شيء صح. يعني احنا بنتعلم منهم ودي مش طالعين نجام خالص ولا اي حاجه فبجد ناس اكثر من راعين ربنا يوفقهم ان شاء الله. بس بالنسبه بقى للاولمبياد ايه الاتحادات او الرياضات اللي انت مطمنه شويه ان احنا ممكن نحصد فيها سواء ذهبيه او فضيه ان شاء الله؟ يعني هو في والله اكتر من اتحاد بحس ان هم ماشيين بشكل كويس جدا زي اتحاد الخماسي الحديث. يعني اتحاد الخماسي الحديث مؤخرا او مش مؤخرا يعني احنا بقالنا كذا سنه ورا بعض ما شاء الله الله اكبر يعني بنشوفهم ما بيبقوش ما فيش بطوله عالم او كاس عالم لان طبعا دي حاجه ودي حاجه ما فيش بطوله ما بيبقوش موجودين فيها على منصه التتويج. لازم يا في الفردي يا في المختلط لازم موجودين. فبصراحه انا بشوف ان اتحاد الخماسي الحديث ان شاء الله اتمنى يعني ربنا يكرمهم بس باذن الله هم اقوى المرشحين ان هم يحققوا ميداليه في الاولمبياد. لان زي يعني كمان غير التخطيط كمان اللي هو بعيد المدى هم كمان عندهم ميزه ان هم نازلين بالاعمار السنيه. يعني مش مثلا عندنا بطل زي احمد الجندي حقق ميداليه في اولمبياد طوكيو الميداليه الفضيه اللي جابها فاحنا هو عندنا واحد بطل شغالين عليه. لا احنا عندك اعمار سنيه ثانيه شغالين عليها وناس في ابطال في فريده خليل في ملك عندنا كذا بطل هم شغالين عليهم حتى في البطولات اللي هي الناشئين والشباب زي 17 و19 سنه ما شاء الله بيجيبوا ميداليات. فالاتحاد الخماسي من الاتحادات اللي كل الناس عقد امال عليه ان هو يحقق ميداليه ان شاء الله في باريس. دي برضو جمله حزينه ما تبقى بلدك فيها اكتر من 105 مليون وعندنا رياضه احنا بنراهن فيها على لعيب وحيد حزين ما لا نملك غيره. لا لا مش وحيد ان شاء الله يعني لا لا في عطل ما في حاجه غلط يعني في حاجه مش مظبوطه. طيب عايز برضو اروح معاكي او ارجع معاكي مره ثانيه مؤقتا كده لتفصيله التجنيس. انت اكيد وقت برضه انت عايز حزن شوف انت مصمم انت المصر على الشجن طبعا طبعا. في الفتره الاخيره زي ما رؤوس الاموال بقت متداخله مع الرياضه يعني الاقتصاد بقى داخل في الرياضه السياسه هي كمان بقت داخله في الرياضه وبنشوف لده مظاهر كتير من ضمنها مساله التجنيس. وعلى فكره التجنيس حتى مش بعيد عن عالمنا العربي يعني في دول خليجيه طبعا. حديثه نسبيا بتنفق اموال طائله في استقطاب وتجنيس لعيبه مصريين منهم كتير بالمناسبه بصفه خاصه في رياضات مختلفه. الفلوس اللي بتدفع في التجنيس وفي الجلب مش الاولى تدفع في ان انا اقوم ولاد بلدي واقفوا على الناشئين يعني قاعده ناشئين يعني بشوف ان هو يعني طبعا عندك حق بس في دول بتبقى عارفه ان هي عشان خاطر تقدر توصل للمدى البعيد ان هي تجيب مثلا هي عايزه تجيب مثلا ميداليه في اولمبياد مثلا باريس او لوس انجلوس فلا انا لسه عشان خاطر اعد بطل وان انا اقومه دوت طب ما اجيب بطل مجنس يعني اجنسه ويجيب لي ميداليه. وهم بيستغلوا بيلعبوا على حته عدم استقرارك في بلدك او عدم استقرار اوضاعك مع الاتحاد بتاعك في بلدك. طب فمثلا هو طب ممكن شهره احلى من كده ما هو بالظبط هو مثلا بيجي هنا عارف ان في بطل هو بيشكو مثلا من قله الدعم في ابطال تانيين لا هو متمسك ان انا هفضل العب باسم مصر رغم مثلا ان انا مش واخد الدعم الكافي لكن هو عارف البطل دوت لا ده ممكن يوافق عادي فبيعرض عليه فهو بيستغل الحته دي ان هو انت بيخش من الحته دي ان انت شويه ظروفك مش احسن حاجه طب تعالى طب هغريك طب انت واسرتك فيروح ياخده فطب ده بطل عجاز وهو يعني موهوب هو عنده بذره اللي هو المتفوق في اللعبه دي سواء اسكار حقيقي اللي هم بيحققوه بالسيناريو ده يعني فكره ان احنا نجيب حد في خلال 3 اسابيع ونجنسه عشان في اولمبياد كمان شهرين يجيب لنا ميداليه احنا كده حققنا مجد يعني هو يعني بحس ان هو طالما هو معترف بيه فهنعمل ايه يعني هو معترف بيه عالميا والميداليه بتنسب له حرفيا بتنسب للبلد دي رغم ان البطل ممكن يبقى اصله من دوله تانية سوداني ولا مصري ولا اي حاجه طبعا. بس هي في النهايه بتحسب له ميداليه اولمبيه فما نقدرش نقول حاجه. طب احنا عندنا كام بطل رسميا دلوقتي اتاهل لاولمبياد باريس بالعدد؟ عزمي محلبة في الرماية طبعا يعني عزمي محلبة من الناس اللي ما شاء الله الله أكبر مستواه كويس جدا بنراهن عليه بنراهن عليه طبعا. الرماية احنا أرقامنا تحديدا عزمي يعني عزمي ما شاء الله متفوق عندنا برضو منتخب غير منتخب الأولمبي لكرة القدم ومنتخب السباحة التوقيعية برضو تأهلوا في مهند شعبان في الخماسي الحديث عندنا مروان القماش طبعا سباح كبير تأهل في سباقين 800 متر و1500 متر يعني دول حتى الان اللي ضمنوا التاهل رسميا للاولمبياد. عندنا الفتره الجايه
بطولات كتيرة جدا جدا مؤهلة للأولمبياد. كمان لو هنتكلم على الألعاب الجماعية، احنا عندنا منتخب الطايرة عنده بطولة أفريقيا هنا في مصر ودي مؤهلة للأولمبياد. برضو عندنا منتخب اليد عنده بطولة أفريقيا في شهر يناير مقامة في مصر هنا ودي برضو مؤهلة للأولمبياد. وطبعا منتخب اليد مؤهلة يعني لأصحاب المركز الأول. بالظبط أول بس. طب وعمر عصر في عمر عصر الطاولة البينج بونج ما شاء الله، يعني مش بس اكتفى يعني غير الطفرة اللي هو قدمها في أولمبياد طوكيو في بطولة العالم الأخيرة كان تأهل ربع نهائي أول عربي يعمل الإنجاز ده. فعمر عصر مستواه قوي جدا يعني، بس هو متوقف يعني دايما بشوف لعبه التنس طاوله دي شويه الصين والدول اللي هي الاسيويه دي مسيطره فيها سيطره فظيعه جدا. فطبعا غير قوه عمر وان هو ما شاء الله محافظ على مستواه من ساعه اولمبيات اللي فاتت، بالتاكيد هو متوقف على الاعداد والفتره بتاعت من النهارده، احنا خلاص دلوقتي اقل من سنه ان شاء الله على الاولمبيات، فتره الاعداد بتاعته دي هتمشي ازاي؟ عمر عصر طلع في التلفزيون قبل كده وقال ان انا عندي شويه مشاكل في الاعداد ولسه ما حددتش الخطه بتاعتي، بس دكتور اشرف صبحي استجاب على طول يعني وقعد معاه وحدد فتره الاعداد بتاعته هتمشي ازاي، خصوصا ان عمر عصر من الاولمبيات اللي فاتت واحنا يعني عاقدين عليه الامل ان هو يحقق حاجه ان شاء الله. حلو جدا. يعني اسماء لحد دلوقتي مش وحشه، عندنا كمان الاسماء مش عدد يعني مش وحش. ف لا في السلاح، احنا السلاح عاملين فيه انجاز كبير جدا. لسه زياد السيسي جاب في بطوله العالم برونز اللي كانت في ايطاليا. زياد السيسي يعني مش عاوزه يعني احصر السلاح في زياد السيسي بس، لكن عندنا محمد حمزه، عندنا محمد السيد، يعني عندنا اكتر من بطل بيحققوا انجازات كبيره جدا. يمكن شويه ساعات مش بيبقى موفق قوي في بطوله او حاجه، لكن السلاح برضو زي الخماسي الحديث ماشي بشكل كويس جدا وبينافس يعني مصنفين كلهم في كل الاسلحه مصنفين بشكل. حضرتك يعني بطبيعه الحال بحكم تخصصك اكيد انت بتراقبي الحاله الرياضيه العامه في مصر، واكيد خدتي بالك ان في طفره حصلت مؤخرا على عده اصعده، بنيه تحتيه وحاجات كتير الحقيقه، بس في نفس الوقت برضو عندنا نوعيه مشاكل صعب تسمعي عنها في اي بلد تاني. ليه ده حاصل وليه حاصل في الوقت اللي الدنيا بتقوم فيها وبتقف على رجليها وبنطور وبندعم وبنعمل حاجات حلوه كتير، ليه سايبين مشكلات ذات طبيعه زي ونوعيه إيه؟ غريبه زي مشكله التجنيس اللي مثلا بنتكلم عنها، واللي مثلا عندك اتحاد ناجح جدا وتلاقي لعيبه بينتموا للاتحاد ده وبيشتكوا من ان مفيش مثلا موارد، زي لاعب كمال اجسام او رياضه قتاليه بيحتاج فيها بند التغذيه لوحده بيحتاج تمويل كبير جدا وهو راجل بطل عالمي وبيشتكي انه مش لاقي حد يدعمه ويجيب له بس المكملات الغذائيه، دي كواليتي مشاكل صعب تلاقيها في اي اتحاد مثلا لرياضه في بلد ثانيه، ليه ده حاصل؟ بشوف ان بعض الاتحادات محتاجه شويه تغير تفكيرها او تغير سياستها او تغير عقليتها في التعامل مع الابطال والمشكله. يعني مثلا لو بتكلم على السكواش، لو بتكلم على الاتحاد المصارعه على فكره من الاتحاد اللي احنا عندنا فيه ناس موهوبه جدا، سمر حمزه كيش ومحمد مصطفى، لكن برضو هتلاقيه فيه مشكلات مع اللعيبه. طب انت البطل عندك، انت عندك ابطال ناس موهوبين جدا ومصنفين على اعلى مستوى في العالم، طب حافظ عليهم. لا عندنا مشكله شويه في التواصل مع اللاعب، شويه اللوائح يعني طبعا كل الاحترام للوائح، بس شويه يبقى فيه يعني نفك الدنيا شويه بالظبط كده. طبعا نفك الدنيا شويه، لاعب عايز يسافر معاه مدربه، يعني احنا شويه محتاجين ان احنا نعيد التفكير ان احنا نسهل الدنيا، نبسط الدنيا شويه لابطالنا، ما يبقاش هو داخل البطوله شايل هم ال 100 حاجه وشايل هم ده انا عندي مشكله، ده انا مدربي مش عارفه مين، ده انا عندي مشكله في الامتحانات. زي ما قلت محتاجين شويه في العقليه كمان. يعني لو هتكلم بقى على فكره صناعه البطل الاولمبي او فكره ان انا البطل عشان خاطر ان انا مشروع قومي مستقل، ده مشروع، ده في دول بتشتغل عليه سنين. مش هتكلم طبعا عن المبالغ اللي بتتصرف، لان دي مبالغ. يعني انا كنت يعني من فتره كده كنت بقرا تقرير فكان بيتكلم ان الصين عندها اكتر من 3000 حاجه اسمها مدرسه رياضيه، انت ما بتعملش حاجه ان انت تدخل ابنك او تدخل بنتك، وهي ما بتعملش حاجه ان هي بس تلعب رياضه، تركز في الرياضه اللي هي حباها او اللي هي موهوبه فيها عشان خاطر ان انا عاوزك. والكلام ده وهي صغيره كمان، وهي عندها 5 6 سنين، عشان دي انا عايزها حاطط تارجت ان هي مثلا في سن كام دي تجيب لي ميداليه. وبعدين هو كمان بيفكروا في الذهب، يعني هو مش تارجت ان انا اجيب ميداليه اولمبيه وخلاص، لا انا عاوز الذهب. ما عندهمش جمله تمثيل مشرف زي عندنا؟ لا شويه. والله يعني هو ساعات كمان بحس ان هي في عقليه اللاعب اكتر كمان، يعني اللاعب ساعات بحس تصدق نفسك انت تقدر تنزل. يعني كم عندنا لاعب موهوب
وما شاء الله عنده موهبه كبيره جدا في رياضته ومركز وكل حاجه، لكن بيجي في الايفنتات الكبيره اللي هي زي الاولمبياد تحس انه ينزل خايف متوتر مشدود. دي النقطه اللي نرجع نقول تاني، الاخصائي النفسي مهم جداً. اللي هو مهم ان هو يكون مصاحب لكل بطل ولكل اتحاد، حتى صح. في كره القدم قلنا صح. اهميته ازاي، ولما جه حتى في النادي الاهلي مع الفريق الاول ازاي كان ليه انعكاس طبعاً. جيد جدا على اللعيبه يعني طوال الموسم خلينا نقولها. بصي ما ده هيبقى برضو المشكله كل احنا بنتكلم فيه تحت بند التمويل او الماديات اللي هي برضو ما زالت كلها او كل الاتحادات فيها بتعاني بشكل كبير. وزاره الشباب والرياضه ليها بادجت معينه بتحاول ان هي توزع صح. هي برضو نبقى نتكلم في المشهد بشكل يعني مفصل شويه. وزاره الشباب والرياضه ليها بادجت بتقسمه على الاتحادات المختلفه، المفروض ان النصيب الاكبر بيكون للاتحادات اللي هي بتحقق لك ميداليات اكبر. هل ده محقق مع بعض الاتحادات؟ يمكن احنا اتكلمنا دلوقتي على السكواش، لا غير محقق. 5 مليون جنيه يعني دلوقتي 5 مليون جنيه ده مش رقم. فدي ازمه رقم واحد التمويل. تاني حاجه ثقافه السبونسرشيب، لسه ما عندناش هذه الثقافه منتشره بشكل كبير. بعد اولمبياد طوكيو ابتدت الفكر تختلف شويه، شفنا ابطالنا لما رجعوا ازاي الشركات المختلفه ابتدت ان هي تستغلهم في الاعلانات بدل الفنانين وغيره اللي بنكن ليهم كل الاحترام بالمناسبه، بس احنا خلاص يعني مش هنبقى مبسوطين قوي واحنا بنشوف فنان بيمثل شركه، عايزين نشوف ابطال بقى رياضه يعني يبقى حتى ملهمين للاطفال والاجيال الصغيره يعني وبيرفعوا اسم مصر في محافل دوليه. فاتكلمنا في ده كتير ولسه، لكن لسه السبونسر شيب مش زي برده، خلينا نبقى متفقين طبعا. ففي حاجات لان الثقافه مختلفه بتؤثر على ده. نقطه حضرتك قلتيها مهمه جدا، لسه مش كل الاجهزه بتدعم من ناحيه ان انا مثلا وزاره الشباب والرياضه تبقى داعمه مع وزاره التعليم ان هي يبقى في تاخير للامتحانات، لان برده في ناس في مدارس دوليه فالمدارس الدوليه لا تلتزم بده، لك ماليش دعوه انا ليا منهج وماليش دعوه اقدرش ان انا اخر غير طبعا لما بيبقى في الخارج. فهي عراقيل موجوده شويه، حاجات فيها بايدينا وحاجات مش في ايدينا، ومين اللي بيدفع الثمن في الاخر؟ هو البطل بتاعنا للاسف. ف يعني مش دورنا احنا كاعلام نلاقي حلول بصراحه، احنا يعني بنحاول نشوف حد يشوف حل، لكن احنا بننقل الصوره زي ما هي. بس طبعا حضرتك معنيه بهذا الملف واتكلمتي طبعا مع اشخاص اكيد كمان من وزاره الشباب والرياضه، طب التعليق بيكون ايه مثلا؟ يعني رد المسؤولين بيكون ايه في الوزاره؟ والله يعني بتفرق من كل بطل لبطل. يعني ازمه محمد ومروان كان هم تعليقهم ان هم كده كده ناس عايشه بره في انجلترا، واحنا يعني هم خدوا قرارهم، هم كده كده واخدين الجنسيه اصلا من سنه فاتت، يعني هم مش لسه واخدين الجنسيه اصلا دلوقتي يعني. فدول مش اللي هو يعني مش هم دول، احنا عندنا غيرهم في ابطال تانيين وعندنا ناس هنولي ليهم اكتر وهندرس الموضوع وبتاع، لكن يعني في النهايه على فكره الولاء بيجي من الاهتمام يعني طبعا. انا لما هو حتى في التصريح قال لك انا من وانا عندي 14 سنه في انجلترا واتدربت هناك والمدربين بتوعي هناك وكان في تذليل للعقبات، احنا الكلام ده قلناه انا وانت امبارح، فهو حاسس بانتماء لده. ما انا لما حد هيهتم بيا وهيراعيني وهيركز معايا وهيبقى همه ان انا انجح ما هيحصل انتماء طبيعي ليه، خلاص بيبقى شيء غير يعني تلقائي بيجي، على عكس ان انا بكون مفروض بنتمي لجهه ثانيه والجهه الثانيه دي بتجيب لي مشاكل وعماله تعرقل لي مسيرتي ومفيش ماديات كويسه، فغصب عني هروح للي بيدعمني. وانا مش هقول لك ان هو غلطان بصراحه يعني مليون في الميه لا بصراحه، وهو حتى لما اتكلم قال لك انا عندي 30 سنه فالموضوع بالنسبه لي برده سنتين ثلاثه اربعه ماكسيمم، انا لازم ابص لمصلحتي ومش غلط ان الواحد يبص لمصلحته بالمناسبه، انا ما بشوفش ان ده غلط يعني. دورنا دلوقتي كلامك طبعا صح، انا دورنا بقى دلوقتي ان احنا نبص للناس اللي هم الصغيرين اللي عندهم مشاكل. احنا المشكله ان الاعمار السنيه ما بقتش اللعيبه الكبار في السن خلاص طبعا مع احترامنا ليهم، بس زي ما انت قلتي هم كلها 3 سنين واكيد هيبطل يعني، لكن في لاعبين عندهم تلاقي لما لاعب عنده 16 15 سنه وعنده مشكله من دلوقتي مع دي وحشه بقى. دي مشكله بقى جدا. المشكله ان انت دلوقتي الصغيرين اللي لسه احنا بنعتمد عليهم وان احنا المفروض نبتدي نبني عليهم ان هم يحققوا لنا ميداليات في الاولمبيات الجايه او في البطولات العالم الجايه او هم اللي يسيطروا على اللعبه في السنين الجايه من دلوقتي وهم عندهم 15 16 سنه عندهم مشكله مع الاتحاد، ولما تكبر شويه هتعمل ايه؟ صح. ما خلي بالك ان معظم اللعيبه اللي دخلوا في المشكله اللي احنا بنناقشها دي وبنناقش تفاصيلها يعني افنوا اعمارهم بالكامل وهم بيحاولوا في الوقت اللي هم بيحققوا فيه بطولات وانجازات بيحاولوا يذللوا عقبات ويحلوا مشاكل، فجم وهم يعني وصلوا مرحله ان هم خلاص في التشطيب يعني صح. بيشطبوا مشوارهم الرياضي ومش لاقيين برضه حل، فبطبيعه الحال ما تقدريش تغلطيهم قوي. الفكره في ايه؟ ان اللاعب من دول
عارفه يا نواند بتوصل لمرحله ايه؟ عارفه ما تحسي ان الواحد صعبان عليه نفسه طبعا، ان انا راجل بطل وظروفي صعبه وعايش حياه ما يعلم بها الا ربنا، ومع ذلك تحديت كل الظروف والصعاب دي وحققت انجازات ورفعت اسم ورايه بلدي، ومش شايف مش هقول لك بقى لا امتنان الدعم حاجات، فطبيعي انه يصعب عليه نفسه صح. وبالتالي منطقي جدا ان انت تسمعي على ان فلان هرب وفلان راح بص يعني هي مش هقول الدوله مش اللي بتدعم، انا يعني انا بشوف الدوله بتدعم، بس هي وجود بعض الافراد في بعض الاتحادات او في المراكز اللي هي صاحبه القرار يعني السياديه اللي مش داعمين، سياديه في الاتحادات يعني مش الداعمين، هي دي المشكله مش الدوله، الدوله داعمه بشكل كبير جدا للرياضه المصريه في سنوات اخيره. وقول لنا رايك فعلا انت شايفها ازاي؟ احنا عندنا اكتر من 28 اتحاد يعني مش حط رقم بالظبط، بس عندنا، فالدوله هتحط يعني فلوس لايه ولا ايه يا جماعه؟ طب ما هو دايما انا عندي حاجه، ليه انت كاتحاد ما يبقاش عندك مصادر يعني تنمي انت موارد دخلك؟ يعني انت يبقى عندك اكتر، ما تستناش الدعم بتاع الوزاره يجيلك. اه تمام طبعا كده كده الوزاره هتدعمك، بس ليه انت ما يبقاش عندك انت مصادر دخل؟ ما يبقاش عندك انت بطولات بتنظمها مثلا في العاب مؤخرا بقت بيحضر لها جماهير مثلا، او حاجه زي في الالعاب الفرديه زي الجمباز، زي يعني انا اتفاجئت في بطوله عالم الجمباز لقيت جماهير في استاد القاهره. ايه يا جماعه كل دوت؟ انا الجمباز بالنسبه لي لعبه مش شعبيه خالص. فاحنا عندنا في بطولات بيحضر فيها ناس، طب ما انت تستغل ان فيك عندك ارضيه للالعاب دي وتعمل مصادر للدخل بتاعك، بحيث ان انت تصرف حتى لو مش هتقدر ان انت تغطي كل الحاجات اللي انت عايز تصرف عليها، بس عندك مصدر دخل. يبقى عندك مصدر دخل. في اتحادات عامله اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده، فعلا في ناس عامله كده بالفعل، الخماسي يعني عندهم بتنمي الموارد بتاعتها وكده. الخماسي عندنا، الدرجات عندنا، اكتر من اتحاد عندهم هم مصادر دخل، بيعرفوا يعملوا بيسوقوا لعيبتهم صح، كمان تسويق اللعيب دي يعني اللي كان نهاوند بتتكلم فيه من شويه، فكره ان الاتحاد الشركات الراعيه بتيجي للبطل بعد ما يحقق الانجاز، ودي مشكله كبيره جدا. طب ليه انت دورك كاتحاد ما تسوقش اللعيبه اللي عندك وطلع ان انا مثلا عندي، انا عندي 1 2 3 4 اللعيبه دول موهوبين جدا، وانا كاتحاد عاملين لجنه فنيه عندها وجهه نظر ان اللعيبه دي بعد كام سنه هتقدر تحقق بطوله عالم. يا رعاه تعالوا ارعوهم من دلوقتي، مش هنستنى لما يحققوا حاجه ودي انت رعوهم دلوقتي. هو ممكن يكون الصعيد الثاني الشركه، انا دلوقتي لو صاحبه شركه طب وانا حرع حد مش معروف ليه؟ بصي هي ليها كذا وجهه نظر. يعني ده بيبص ان هو لما ادفع فلوس لازم ادفع فلوس في حاجه برضو تعمل لي ماركتنج، وعلى الصعيد الثاني هو بيقول له طب ساعدنا عشان يعني نعمل لك ماركتنج بس قدام. هي عايزه يعني عايزه برضو تضحيه شويه من بعض الشركات الوطنيه من صناع قرار في الشركات، لسه هو بس احنا قلناها في نفس الوقت صح؟ يعني لازم برضو من الشركات الوطنيه يكون في تضحيه شويه ووقوف جنب الابطال، لان احنا في الاخر بنقول احنا كلنا بيمثلونا في الاولمبياد يعني بيرفعوا اسم مصر، وكلنا بنسعد او كلنا بنحزن. فيعني بالتوفيق ليهم. على كل حال احنا بنطرح لحضراتكم الملف زي ما هو، بنتمنى يكون في حلول، بنوصل الصوت للمسؤولين اللي عندنا ثقه ان هم فعلا يشتغلوا على هذه المشاكل، لان احنا لا نتمنى يعني نسمع حد ولو بطل واحد عنده مشكله في اي اتحاد كان، يعني نتمنى ذلك حقيقي. نورتينا كالعاده بجد، بتبقى قرايه ممتعه جدا. شكرا ليكي، بشكرك على وجودك معانا جدا، دايما بسعد بوجودي معاكم والله. احنا بنسعد وبنتشرف. شكرا ليكي، وهنطلع فاصل ونرجع بقى نستقبل حضراتكم في تاني فقرات. خليكم معانا.